تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. واحدة من أسوأ وأخطر الأزمات التي يعاني منها سكان القطاع، حيث أصبحت غزة على أعقاب كارثة إنسانية بسبب تفاقم تلوث مياهها التي بات يشكل خطرا على حياة الغزاويين. تقرير صباح محمد. لا يزال مشكل المياه الملوثة يهدد الكثير من سكان غزة المحاصرة، حيث بات واحدا من أسوأ وأخطر الأزمات التي يعاني منها سكان القطاع نتيجة الحصار الصهيوني المفروض وسرقته للمياه الجوفية، حيث بلغ مستوى المياه الملوثة التي تصل إلى البيوت الفلسطينية حدا خطرا، فهي غير صالحة لا للاستهلاك البشري ولا حتى المنزلي. المياه تجينا مالحة زي ما البحر، وبعدين ايش اوقات بتكون لها ريحه زي ما المجاري بعيد عنك، بتكون مش نافعه، وبعدين لا بتصلح لا اكل ولا لطبيخ ولا يعني بنغسل فيها ولا اي حاجه. وفي اطار ايجاد حل لمشكل المياه الملوثه الذي بات يؤرق العديد من سكان غزه المحاصره، نفذ مهندسين شابين مشروع انشاء ماكينه عمل على تحليه مياه البحر وتصفيتها ليصبح ماء صالحا للاستعمال، لكنها لا تعالج الا 1000 متر مكعب من المياه، والتي تعد كميه ضئيله جدا مقارنه بالمياه اليوميه المستعمله من طرف سكان القطاع. نجحنا إلى حد كبير في تطبيق نموذج عملي من خلال يتم تحلية المياه ومياه البحر، وبإذن الله نأمل من المسؤولين في المرحلة المقبلة أن يتبنوا هذا المشروع من خلال إنشاء محطات كبيرة تعمل على تحلية مياه البحر باستخدام نفس التقنية. لا يزال أكثر من 1.5 مليون من سكان غزة المحاصرة يشترون مياه مصفاة في خزانات متنقلة خاصة في انتظار حل نهائي تخلصهم من معاناة طال أمدها. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.